اهلا وسهلا بكم مره تانية في برنامجنا تفاصيل وختامه مسك. شرفاني الدكتوره هبه العوضي اخصائي التجميل والليزر بعيادات سملاوي. نوراني يا دكتور. اهلا بك يا نهال. كانش ينفع ابدا ان احنا نبقى كلنا كسيدات قاعدين على الفيسبوك شايفين الفنانه هنا الزاهد وهي عروسه اميره روبانزل سندريلا، حاجه جميله جدا، وما يبقاش دكتوره هبه معايا ومشرفاني وما اسالهاش ابقى انا كده اخطات. دكتور قلت لي ده نوتياج. تمام. ازاي؟ قولي لي ازاي؟ عرفيني ايه النوتياج ده؟ هو مش نوتياج وبس، هو نوتياج ونضاره. نوتياج ونضاره. في فرق بين الاثنين. نوتياج حاجه والنضاره حاجه. النوتياج ببساطه كده وباختصار هو تنظيف طبي عميق للبشره بجهاز اسمه النوتياج او الفيشيال. ده متعدد الوظائف، الجهاز ده متعدد الوظائف. في خلال الجلسة أنا بستعمل رؤوس أو هدات في الجهاز ده، بعمل بيه كل إجراء في النطواياج. أما جلسات النضارة، النطواياج الأول أنا بحتاجه لما لاقي البشرة فيها كمية دهون زايدة، فيها بصور سودة، فيها بصور بيضة، عايزة أحط أي كريم، أي مرهم، بعالج أي مشكلة، عايزة تأثيره. صدقيني تأثيره بيزيد أضعاف لما تكون البشرة نظيفة قبله، بتكون المسام مفتوحة وبتقدر تستقبل الميديكيشن اللي أنا هحطه. أما جلسات النضارة أنا بلجأ ليها عشان خاطر أنا شايفة بشرتي في المراية، كل ما بصلها في شحوب، في بهتان، في تغير في لون الجلد. دكتور اسمحيني، أسفة نقطعتك، الفيديو أهو على الشاشة. ده الأول النطوياج، دي نطوياج، دي خطوات النطوياج. أول حاجة أنا لازم أكون عارفة نوع بشرتي إيه، سواء عادية مختلطة دهنية. تمام. عشان أقدر أستعمل معها الكريمات والمسكات خلال الجلسة. حددت نوع البشرة. يعني إيه الراس اللي هي ماسكاها دي؟ إيه يا دكتور؟ لا دي لسه هقولك عليها. أنا حددت نوع البشرة، هبدأ اعقمها بالكحول. وخلي بالك جميع الاجهزه اللي بنستعملها اثناء اجراء العمليه بتكون معقمه تعقيم طبي تماما. ليه؟ لان انا هفتح المسام، فما اقدرش اسيب حاجه ملوثه او من بيشنت قبل كده واستعملها على البيشنت اللي بعده، ده ممكن ينقل لها عدوى بكتيريه. بعرضها للستيم البخار عشان افتح المسام خالص، وبعد كده بالجزء الاولاني البرش بستعمل الغسول الطبي المناسب للبشره اللي قدامي. بعد كده بعمل سكرابنج للبشره بكريم الصنفره مع التب بتاعه الصنفره. ثالث حاجه ان انا ببدا اللي انت لسه بتقولي لي ده اسمه بلادر. بلادر ده برفق او بضغطه خفيفه على المسام وعلى مسام البشره ببدا اطلع الدهون اللي محبوسه جوه واللي سده المسام، ودي اللي بتخلي احتباسها بتخلي ان الحبايه تظهر من غير سبب. يقولك انا حبايه ظهرت من غير سبب، ما انت سايبه المسامات مقفوله عندك بالدهون الزايده، تراب متكرر، كتر حط الميك اب وما بشيلوش كويس، ده طبعا بيقفل وبيسبب حبايه او بيسبب بصور سوداء. طيب دكتور هبه، بعد قد ايه، بعد كام جلسه اصبح عندي بشره جميله ومشرقه كده وصافيه؟ النطوياج مش كام جلسه، النطوياج لازم اعمله كروتين حتى شهري. ايوه. لان انا مش هبطل ان انا اتعرض للاتربه، مش هبطل ان انا اخرج في الشمس، مش هبطل ان انا احط ميك اب، لا انا كل فتره بحس ان في بشرتي محتاجه باجي اعمل جهاز النطوياج. النطوياج مش عمليه جراحيه، لا انا ده تنظيف روتيني للبشره. طيب ايه انواع جلسات النضاره؟ جلسات النضارة أنواعها كثيرة قوي. جلسات النضارة أول حاجة واللي أنا بحبها جدا بصراحة يعني وبفضلها الليزر الكربوني. الليزر الكربوني أنا بفرد كمية من الكربون على الوش وبضربه بجهاز الليزر كيو سويتشيد اندياك. ذرات الكربون دي العلاقة بالبشرة لما بتضرب بالليزر بتطير معاها الجلد الميت. تمام. والليزر في نفسه بيحفز الكولاجين إن هو يدي نضارة تبقى احلى. ليه بقى انا بفضلها؟ لاني بتخرجي من الجلسه ممكن تروحي فرح، مفيش اي حمار، اي تورم، ولا التهاب، جاهزه للمكياج. نضاره مفاجاه وغريبه ما شاء الله. نضاره مفاجاه. في عندنا تاني اللي هو الفراكشنال ليزر، بنظبط الباور بتاعه على الريجوفينيشن على النضاره، باور بسيط بيعمل تقشير للطبقه الميته. عندنا جهاز الديرما بن، احنا بنعتمد على تقنيه المايكرو نيدلينج اللي هي جهاز الديرما اللي فيه سنون اللي بيشكشك البشره كده بالبلدي، بيشكشك البشره، بيحفز الكولاجين
تمام، وبضيف مع الجهاز الدرمابين مواد الميزوثيرابي اللي بتعمل ليفتنج، اللي بتعمل شد، اللي بتعمل تفتيح. عايزه حد يبص على الشاشه. هي دي بقى، هي أيوة. دي الجلسه. ده جهاز الدرمابين، ده ابسط انواع الاجهزه في المايكرو نيدلينج. بفرد السيرم اللي بيعمل سواء ليفتنج سواء بيعمل ريجوفينيشن، والهيلورونيك اسيد ده على راسهم، الحاجات اللي انا بحطها مع جهاز الديرما عشان اعمل ريجوفينيشن للبشره. دكتوره هبه ما شاء الله عليكي متمكنه وعارفه كل حد وكل بشره محتاجه ايه. طيب امتى انا كسيده اعرف ان انا محتاجه جلسه نضاره فورا؟ تمام، انا امسك الموبايل، نفس السؤال، بمسك الموبايل كده، انا ليه بعمل ايديت للصوره بتاعتي؟ لا، نفس السؤال اللي بتسأليه نفسك، انا ليه بعمل ايديت؟ بتعملي ايديت عشان انت عماله بتحطي كميات ميك اب، تمام، ومش حاسه في رونق، شايفه منظر المسامات باينه من تحت الميك اب، شايفه الحفر، شايفه في حبايه، بتحطي ميك اب ومش بيداري. طب ليه مش بيداري؟ انت مش معالجه الجدر. مش معقول انا ترابيزه بنور زي دي عليها تراب احط عليها فاز، مش هتبان لا الترابيزه ولا الفاز. لا، انا لازم المعها. الله عليك، لازم التجميل ده تاني يا دكتور. بجد انا لازم المع ترابيزه سفرتي من التراب، تمام، واحط عليها الفاظ، حتى لو الفاظه تمنها قليل الاثنين هيبانوا، لكن مستحيل ان هي تبان على تراب. انا كده لازم اعالج الجدر عشان اعرف احط ميك اب، حتى لو مش هتحطي ميك اب حاجات خفيفه فعلا هتبان. وقلنا المطوياج او النضاره مش عمليه تجميليه بس، لا ده علاجيه، لاني لو انا عند دكتور وبيديني علاج عشان احط العلاج ده وتستقبله بشرتي وتبقى الكفاءه 3 اضعاف اكتر، لازم تبقى بشرتي ومسامي مفتوحه ونضاف، ما فيهمش اي حاجه هتستقبل والنتيجه تبقى اكتر. نبدا من سن كام يا دكتور؟ من سن كام؟ خلي بالك من ساعه البلوغ بتبدا الهرمونات تتغير. صح صح. بيظهر حب الشباب في البلوغ، الاثار ليه؟ لا، هم بقى بيجروا ويعرقوا ويروحوا مدارس ويروحوا تمارين، ما بيهتموش، دول لسه برضو لسه طالعين من مرحله الطفوله، ما بيهتموش. لا بالعكس، لازم الام تبقى كير على بنتها، ان هي لازم تحافظ على بشرتها وعلى نظافتها، ولازم تتبع معاها روتين يومي، ولو في مشكله حصلت لازم تتوجه على طول للدكتور المتخصص اللي بتثق فيه. دكتوره هبه، بكن لحضرتك كل الاحترام وبثق فيكي جدا. هسالك بقى السؤال ده لانه فعلا اول ما اعلنت عن حضرتك معانا على صفحه البرنامج سالناه كتير جدا. سيدات 30 سنه فيما فوق شويه. تمام. الخطوط الرفيعه. التجاعيد البسيطة، هل دي فعلا ليها علاج؟ تماما ليها علاج. اتفضلي. علاج. علاجها لو انا لقيتها ليها خطوط رفيعة ممكن بجهاز الهايفو بالليزر. لكن لو الخطوط حفرة أو شديدة زي اللي بتظهر في الجبهة، ال 111، العلامات اللي عند العين، الزاوية الخارجية للعين، لا، بحقن بوتوكس واحدة بتطير دي.